يعتبر معمل أوا ميديكا أول معمل في عموم كردستان. تم إنشاء المعمل في مساحة 15,000 متر مربع، وقد تم تأسيس المعمل حسب المعايير والمواصفات الدولية CGMP Current Good Manufacturing Practice. يمتلك الدكتور بارام رسول مؤسس شركة أوا ميديكا خبرة ومهارة تمتد جذورها لفترة طويلة في مجال صناعة الأدوية. نحن في معمل أوا ميديكا نبذل كل جهودنا في سبيل خدمة المريض العراقي عن طريق تزويدهم بأحدث أنواع الأدوية وأجود أنواع الأدوية، وبهذه الطريقة نحن نستطيع أن نسيطر على الأدوية المزيفة والأدوية المضرة أن تدخل إلى بلدنا. وتمت المباشرة بإنشاء المعمل في سنة 2004 حتى إنجاز آخر مرحلة في 2008، حيث تم الانتهاء من كافة فقرات المعمل ليبدأ بإنتاج الأدوية. نقوم بتصنيع الأدوية حسب المواصفات العالمية وحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية والتي تسمى GMP Good Manufacturing Practice، وهذا تعني الصناعة الجيدة للأدوية، وهو هذا الطريق الوحيد للوصول إلى أدوية جيدة فعالة وسليمة. تعني كلمة آوا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكلمة ميديكا تعني الدواء. يعمل في الشركة لحد الآن 120 منتسباً من ذوي الخبرات المحلية والأجنبية. تم تكليف البروفيسور رسول ليعود إلى بلده إقليم كردستان العراق من السويد في سنة 2004 كي يقوم بدوره في إنشاء معمل للأدوية حسب المواصفات العالمية. وقد تم توزيع أول دواء منتج في معمل أوا ميديكا تحت اسم بارازار في كانون الأول لسنة 2009. نحن في شركة أوا ميديكا نمتلك أدوات تكنولوجية معاصرة لإنتاج أفضل أنواع الأدوية. نحن ننتج مراهم جيلي كريمات، حبوب مغطى بفيلم سريعة الذوبان طويلة الأجل إطلاق مستديم، والكبسول شرابات وشرابات معلقة. ونحن ننتج حوالي 70% من الأدوية المطلوبة، من نوعيات مطلوبة في معمل أوا ميديكا. يعمل المعمل حسب المواصفات والإرشادات الطبية CGMP Current Good Manufacturing Practice. نؤكد على الجودة العالية ونلتزم بكافة بنود السيطرة النوعية للحصول على أفضل النتائج. إن استيعاب الشركة في يوم عمل واحد في السنة هو حبوب 1.7 مليار، كبسول 200 مليون، شراب 9 ملايين قنينة، شراب معلق 7 ملايين قنينة، كريم 8 ملايين أنبوبة. كما هناك قسم خاص يعمل على تطوير الأدوية من خلال تنفيذ الأبحاث العلمية Development Department. لدينا قسم مهم تسمى بقسم التصنيع، وفي هذا القسم لدينا خطوط إنتاجية. فمثلا خطوط إنتاجية المواد الصلبة لإنتاج الحبوب والكبسولات، وخطوط إنتاج المواد السائلة لإنتاج الشروبات الجافة والسائلة، وإنتاج المواد المراهم والكريمات والجيلات في خطوط إنتاجية خاصة. ومن ثم لدينا قسم التعبئة، وتشمل في هذه القسم خطوط تعبئة خاصة، فمثلا تعبئة المواد الصلبة الحبوب والكبسولات في أشرطة ألمنيوم تسمى بألو، ألمنيوم PVC، ألمنيوم PVDC. نؤكد على الجودة العالية ونلتزم بكافة بنود السيطرة النوعية للحصول على أفضل النتائج. تتكون فرق السيطرة النوعية وضمان الجودة من أفراد ذوي الخبرة والمؤهلات العالية جدا في علوم الكيمياء والأحياء المجهرية والصيدلة والتكنولوجيا البيولوجية
ومجالات أخرى متعلقة. ومن ثم لدينا قسم تسمى في قسم السيطرة النوعية. في هذا القسم نقوم بتحليلات المواد الأولية والمواد التعبية والمواد المنتجة حسب الشروط العالمية وحسب المواصفات العالمية الموجودة والتي تسمى بفارماكوبيا الإنجليزية أو فارماكوبيا الأمريكية BP-USP. نحن في أواميديكا لنا السيطرة الكاملة على النوعية الأدوية التي ننتجها، فلا يمكن لأي دواء أن تطلق صرفها من أواميديكا ما لم ندرس دراسة كاملة في المواصفات الموجودة فيها حسب القوانين العالمية وحسب الدراسات العالمية. المواد الأولية المطلوبة إلى أواميديكا تأتي من شركات معروفة عالميا ولهم سيرتيفيكيت خاص من منظمة الصحة العالمية ولهم أيضا سيرتيفيكيت خاص تسمى بـ DMF Drug Master File. نحن نوفر للمرضى والأطباء والصيادلة كافة التعليمات حول كيفية استعمال الأدوية والجرعات بثلاث لغات: العربية والكردية والإنجليزية، ونعتز كوننا الأول في تاريخ الإقليم بتوفير هذه الخدمة. في الوقت الذي كنت أعيش في السويد كنت أعمل في معمل أدوية فارماسية والتي تسمى بفايزر اليوم لمدة أكثر من 25 سنة، وكنت أحلم يوم من الأيام أن أرجع إلى بلدي وأبني معملا في نفس المستوى وأنتج أدوية في نفس المستوى، والحمد لله الحلم قد أصبحت حقيقة. هذا المعمل معملكم ولخدمتكم ولخدمة الشعب العراقي ولخدمة الإنسانية. تنتهج الشركة منهج توفير أفضل الخدمات وإنتاج أدوية ذات جودة عالية، لذا فإن الشركة تشرف على كافة مراحل إنتاج الأدوية بدقة متناهية.